وابتدائية مع سامح في البيت. اعزائنا المشاهدين، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سامح في البيت. النهاردة بنتكلم في موضوع خطير جدا، يعتبر آفة في المجتمع، ظاهرة انتشرت بكثافة في السنين اللي فاتت، خاصة من بعد 2011، انتشار الجريمة. الجريمة بقينا نسمع عنها كل يوم، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الجرائد أو في برامج التوك شو. في اليوم الواحد بنلاقي مش أقل من 5-6 جرائم بأشكال مختلفة، بأنواع مختلفة. زي ما احنا قلنا كده في المقدمة وفي الانترو، المجرم حتى اختلف. يعني في نظرية اسمها نظرية لامبروزو في علم الإجرام، كانت بتتكلم عن الصفات الشكلية والمواصفات الشخصية للمجرم، وكانت محدداها على مستوى العالم بنسبة 90% المواصفات دي ده شكل مجرم. إنما دلوقتي الأشكال اتغيرت والنفوس اتغيرت والجريمة بقت بيتفننوا فيها، مش كفاية ارتكبوها بحماقة وبشيطنة، لا كمان بقى يتفننوا فيها. ايه اللي ودانا لكده؟ ليه مجتمعنا بقى كده؟ بجد انا حزين. يعني انا هتكلم بصفة شخصية، مثلا من التسعينات، من منتصف التسعينات لما عملنا عمل فني محترم وهو يوميات ونيس، احنا والابناء والاسرة، كنا بنقدم كل ما هو فيه خير للمجتمع، وفي مبادئ وقيم واخلاقيات، والنفوس كانت هادية، والمعاد كان معاد، والالتزام كان التزام، والكلمة كانت كلمة. حتى كانوا بيقلدونا في هذا العمل المحترم في كثير من المواقف. يعني مثلا زي ما اتنقلنا كده البيت الحارة بعد البيت بتاعنا، ورحنا جمنا الحارة وعملنا فيها زهور ورياحين، والدنيا كانت جميلة ونظفناها. في كتير قوي من المناطق قلدتنا في دوت وعملت ده، كان في خير وكان في سلام داخلي بين الناس وكان في محبة. إيه اللي غيرنا؟ وليه؟ كل ده هنعرفه طبعا مع ضيوفنا الأعزاء الموجودين معانا. بس قبل ما أرحب بيهم، أرحب بالشيف هشام غزال. أهلا بك يا شيف. أهلا بك يا فندم. كل سنة طيب. وأنت طيب، إيه الأخبار؟ تمام والله يا فندم، الحمد لله. قول لنا بقى النهارده هنعمله إن شاء الله اتنين أيتم كويسين، لطاف زواف كده. سلطة الأجريك، سلطة يوناني. سلطة يوناني. السلطة دي بيعملوها في الصيف في اليونان وقبرص. تمام. والطبق الثاني شعرية اسباني. شعرية اسباني. شعرية اسباني. انت جاي تعمل لنا حاجات برانا. شعرية اساسا ياباني، كانوا بيسموها تشوكومين. تمام. بعد كده انتقلت للصين، بعد كده انتقلت ل انت بتحرق اللي انا هقوله ولا ايه يا شيف؟ خلاص اوكي. يا شيف هشام، ما هو ده المعنى الاكل اللي احنا متعودين بنقولها للناس. قول بس انت هتعمل ايه؟ اعمل شعريه اسباني وسلطه الاجريك. وايه الفراخ؟ تمام. لا الفراخ دي بتاعت الشعريه. طب ما تقول لي بقى يعني طريقه التحضير ازاي؟ مكونات الشعريه، اللي انا بحمص الشعريه عادي. ده قد ايه كيس شعريه مثلا؟ كيس شعريه مثلا فرضا بحمره من غير زيت ومن غير اي دهون. تمام. على سخونيه الطاسه. تمام. بعد كده بقطع شويه عشان سخنت قوي. بقطع الفراخ. بقطع الفراخ سلايز. تمام. بنزلها في قلب الزيت، بتاخد سنة التحمير بتاعتها شوية. بعد كده بنزل الشعرية عليها. اخر حاجة بنزل عليها البسلة الخضراء. البسلة الخضراء. أيوة. وبنزل عليها الفلفل الالوان. يعني بتشوح الفراخ بالظبط ولا الشعرية الاول؟ لا الشعرية الاول لازم احمصها. تمام. بعد كده باخد الفراخ في قلب الحلة بتاعتي. تمام. مع الشعريه ولا لوحدها عشان نستعرض؟ مع الشعريه. مع الشعريه عشان تاخد ما تسودش الشعريه كده، ما تحرقش. لا عشان تاخد التاستنج بتاع الفراخ. وبتنزل عليها بعد كده، بنزل عليها بسله خضراء وبنزل عليها فلفل الوان. فلفل الوان. طب والزيتون ده ايه؟ الزيتون ده الاجريك. الاجريك. سلطه الاجريك. بتاخد خس. بتاخد خس. أيوة. خيار، طماطم، فلفل الوان، وبعد تاخد كده الدريسنج بتاعها، بتاخد زيت زيتون، ملح، فلفل، عصير ليمون. طب وده ايه؟ ده الجبنه بتاعتها اخر حاجه. لازم الجبنه اساسا. ما انا عايز اعرف كله. لا الجبنه يعني اساسا. يعني دي جبنه بتتحط على سلطه، بتتحط على سلطه الاجريك. ايوه صح كده، بالظبط كده. طيب لما نشوف بقى ان شاء الله. ان شاء الله تعجبك الاكل الشهي الجميل ده والجديد المبتكر اللي انت عامله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. طبعا اذان مش هديله فرصه طبعا اللي هو هيقول، يعني هو جاي وعارف طبعا البرنامج اللي احنا بنقول معاه الكلمات. انا اللي هقول. اصل كلمه شعريه هي في الاصل كلمه يابانيه تسمى تشوكامين،
وهي نوع من انواع العجائن اللي هي بتتسلق في الميه المغليه. وبعد كده راحت الاكله ديت للصين ومنها الى اوروبا في الحرب العالميه الثانيه وخاصه اسبانيا. طوروها بقى وادخلوا عليها الذره الصفراء والبسله الخضراء. بس انت ما قلتليش هنا ذره صفراء ليه؟ صح؟ ما لقيتش ذره صفراء. ما لقيتش ذره صفراء. حطيت بسله بس. لا في بتاخد بسله، هي بتاخد اساسي بسله خضراء. تمام. تمام بس انا للاسف ما لقيتش ذره صفراء. الزيت بس خلي بالك منه. لا ما تقلقش. طلع جامد. لا تمام. تمام. طيب بالتوفيق يا رب ان شاء الله ونشوف اكل جامد. ان شاء الله. نرجع لموضوعنا اعزائنا المشاهدين اللي احنا اتكلمنا فيه، الا وهو انتشار الجريمه. بس طبعا لازم نرحب بالدكتور محمد يحيى، دكتور علم نفس والاجتماع. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وبنرحب بالدكتور كريم درويش، اخصائي الطب النفسي. اهلا بيك. اهلا بيك. ومعانا طبعا استاذ القانون الاستاذ وائل نجم، عضو لجنه تقصي الحقائق بمنظمه العفو الدوليه. اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ سامح، برحب بيكم بضيوفك ومشاهدين الكرام. طبعا احنا بنحب دايما نعرف ارائك القانونيه واستشاراتك القانونيه معانا. الهوا فتح الشباك ولا و عايزين نشوف بجد، وهنبدا بعلم الاجتماع. احنا اعزائي المشاهدين معانا النهارده طبعا كافه التخصصات اللي هي ممكن تكلمنا وتفتينا ليه الجريمه انتشرت بهذا المعدل في بلدنا. معانا علم اجتماع وعلم نفس وقانون. هنعرف مع بعض الاول مع الدكتور محمد يحيى ايه سبب انتشار الجريمه في مجتمعنا بوجهه نظر علم الاجتماع. الحقيقه انا ما اقدرش احصر انتشار الجريمه لسبب او سببين، هو مجموعه من الاسباب المختلفه اللي هي بتتفاعل مع بعض عشان تؤدي الى حدوث الجريمه وانتشارها. في المقام الاول طبعا الضعف الوازع الديني او انهياره لدى البعض، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو المشاكل الاقتصاديه، الدول اللي بتمر بتحولات اقتصاديه حاده، يعني بنقول مثلا مستويات الفقر لما بتزيد بيتتبع بالضروره جرائم، دي حاجه. الحاجه الثالثه برضو الاعلام، السينما، المسرح، التلفزيون بيقدم ايه، ايه المحتوى الاعلامي او المحتوى السينمائي اللي بيتقدم. يعني زي ما اتكلمت كده عن الحقبه التاريخيه بتاعت التسعينات وطبعا ما قبلها من اعمال محترمه هادفه جميله كانت بتلم الاسره المصريه. تمام. طبعا هنذكر منها، يعني في كتير ما ينفعش نذكر منها حاجه ونغفل عن حاجه، كانت بتقدم فعلا اعمال راقيه وجميله بتخص المجتمع والاسره كده وحواديت جميله ومشاكل ويتم حلها. انما دلوقتي بقى في عنف زياده، صح؟ بالتاكيد الافراط في اي حاجه بيكون ليه نتائج عكسيه دايما. افراط في ادوار البلطجه، ادوار العنف، الدم، الجريمه، الاثاره المبالغ فيها، دي مشكله. وخاصه اما اشوف المجتمع المصري اخر الاحصائيات الصادره عن الجهاز المركزي بتقول ايه، من 60% ل 65% من المصريين شباب. خلي بال حضرتك بقى من النسبه دي، في 3/4 مراهقين. طيب المراهق ده شخصيته لسه بتتشكل، هيشوف يعني هيقلب مين؟ نجم بيحبه، فنانه بيحبها، طب بيدي ادوار ايه؟ ايه المنتج اللي بيطلع بيه للمجتمع؟ فما نشوف تحس ان الشاب ده يعني بيتقمص شخصيه. بالظبط كده، بيتقمص الشخصيه بشكل مباشر. فبالتالي دي حاجه. الحاجه الاخطر من كده التقليد الاعمى بقى. التقليد الاعمى، طب فكر انت بتعمل ايه؟ ايه التاثير السلبي عليك وعلى المجتمع؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الخطوره ان النظره بقت للبلطجي او المجرم نظره يعني يقول لك ده له هيبه، ده له مكانه، ده الناس تحترمه، الناس تخاف منه. على عكس بقى الانسان الطيب المؤدب المتدين المحترم، يا عم ده غلبان، ده ما حدش بيديله برستيجو. تشوف احنا بنقول اغلب الشباب في سن المراهقه، و60 او 70% من المصريين شباب. فبيقلد. هيقلد مين؟ هيقلد النماذج اللي هي اللي شايف في وجهه نظره ان هي محتاجه، عايز قوه، عايز باتش، عايز سلطه، عايز. حتى انا ايه تاني من ضمن الاسباب الاجتماعيه؟ الاسباب الاجتماعيه مش كده وبس، الاسباب الاجتماعيه برضو اما اشوف حالات التفكك الاسري، الطلاق. ده هينجم عنه ايه؟ الاطفال اللي لا تربى في كنف اب او ام
او ما شافش ابوه او ما شافش امه، بالتاكيد دي قنابل موقوته. واحنا شفنا حالات كتير من الجرائم الاطفال اللي عملوها او الشباب ما لم يجدوا اي رعايه اسريه نتيجه حالات الطلاق تفكك الاسر اللي هي متناميه بشكل رهيب في مجتمعنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو انا عايز اقول ايه، الـ الناس بتنظر للجانب بشكل اعتيادي بشكل مألوف من كترها خدت عليها، من كتر ما كترت الجريمه بقت امر اعتيادي مألوف. الناس خدت عليها، بل بالعكس تزعل لو ما شافتش جرائم. فين اللي يقول لك فين الاثاره؟ اثاره ايه؟ ده اي دوله عايزه تطور اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا لازم بالضروره تخف وتحد نسب الجريمه فيها. لكن ما ينفعش الدوله عايزه تطور وفيها كم هائل من الجرائم المختلفه. بس انا ملاحظ حاجه يا دكتور، وحضرتك مختص في علم الاجتماع، اتفضل، اللي انت برضو متفق مع اراء اللي احنا عرضناها بالتأكيد، اللي هي بعد الانترو بتاع المواطنين اللي قاعدين في الشارع، اول حاجه ابتدوا بيها يقول لك الاعمال الفنيه. بالتاكيد، يعني معظمهم اتفق 90 أو 95% اتفق على حاجتين، الاعمال الفنيه ونقص الوازع الديني. بالتاكيد انا معاهم تماما. بعد اذنك، عشان كده احنا بالنادي دايما يعني لازم الاعمال الفنيه دي يحصل عليها رقابه شديده قبل ما تعرض، سواء اعمال دراميه او سينمائيه، لازم يحصل فيها رقابه شديده للحد من هذه المشاحنات اللي بتحصل فيها، وهذه الجرائم اللي بتحصل فيها، وهذه البلطجه اللي بتحصل فيها. نرجع مجتمعنا، يعني انا هقارن مثلا بين الابيض والاسود وبين دلوقتي. ايام زمان عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، الممثلين العظام جميعا بتوع زمان الابيض واسود، تلاقي العمل فني راقي هادي، في رومانسيه، في اغاني حلوه، بتعمل لك حاله نفسيه انتعاش نفسي جميل. ما كانش فيه كم الجرائم والعنف والقتل اللي كان موجود خالص. حتى لو كان بيبقى فيه حد مثلا في توت الحته او كده، كان ابن بلد ابن اصول يراعي بنت الجيران، يخاف على فلان، يخاف على علان، كان بيمشي باصول. ده حتى الفتاوي اللي هو بيقول لك في توت الشارع ولا الحاره كان بيتعامل بالاصول. وكان بيحمي وكان بيحمي الناس. ولاد منطقته. دلوقتي المسألة اختلفت، لازم البلطجي يعمل لك، يروح يحقن لك نفسه كده في الجيم ويعمل لك شوية عضلات، واخد بالك ازاي، ويمسك لك مطوة ويمسك لك سيف ومسدس ورشاش آلي ومدفع. ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ احنا ما هو ده مش بيحصل على فكرة في مجتمعنا يا جماعة، مش بيحصل. ولو بقى يحصل، بقى يحصل بسبب ده، بسبب هذه الأعمال الفنية دي. يعني انا بتكلم بقى في تخصصك أعمال فنية، حرام اللي بيحصل، حرام اللي بيحصل من في الفترات الاخيره اللي فاتت من بعد 2011. تمام. في الاعمال الفنيه الدراميه تلفزيونيه كانت او سينمائيه، بصراحه عنف شديد. ما انت طول ما انت عمال تتفرج، بتروح بتقلب في كل القنوات تلاقي مسلسل بيتعاد في قناه وقناه وقناه نفس المسلسل او مسلسلات اخرى، بيعلموك ازاي تضرب مخدرات، بيعلموك ازاي تنتحر، بيعلموك ازاي تقتل، بيتفننوا، بيقولوا لك ابداعات جديده فنية اللي انت ازاي تداري جريمتك او تداري اللي انت قتلته، ورشاشات وقتل يعني لا كتير قوي كده، والله كتير على المشاهد وكتير على المجتمع. ومش بنسبة على فكرة اللي هو يقول لك اصل بص المقطع ده جاب على الفيس ايه ومش عارف مين فلان ايه لما نزل ايه على الفيس، بص جاب كم مليون وعمل ترند. لا، اقرأ الكومنتات اللي تحتيها، اقرأ يا مشاهد الكومنتات اللي تحتيها. احنا شعبنا في حتة ايه اللي هو الفضولية، اللي هو عايز يخش يشوف ايه اللي حصل، بس مش بالتبعية اللي هو موافق، مش بالتبعية اللي هو حابب. فاقرا الكومنتات اللي تحت وانت هتعرف رأيهم ايه. طيب ناخد بقى رأي الدكتور كريم درويش من ناحية علم النفس بالنسبة للمجرم وبالنسبة للمواطن العادي، الجريمة بقى شكلها ايه في مجتمع؟ طيب خليني اقول حاجه علشان بس يعني من باب المسؤوليه ان انا اقولها. فكره المرض النفسي والجريمه يعني مش دايما مربوطين ببعض زي ما في دماغ الناس. يمكن اللي بيسبب الجريمه او اكتر حاجه بتبقى فيها مشكله مع الجريمه وخصوصا في السمات الشخصيه هي حاجه اسمها اضطرابات الشخصيه، وخصوصا في نوع كده من اضطرابات الشخصيه اسمه الشخصيه او اضطراب الشخصيه المناهض للمجتمع او المضاد للمجتمع. وده بيكون عنده يعني رغبة في الكسب، أيا كان بقى إيه هو تأثير هذا الكسب
هو يعني يكسب لنفسه أي مكاسب بغض النظر عن العواقب والأذى اللي هيسببه للناس. ده بس كنت حابب أوضحه. بس بما أننا شفنا الانترو كنت هزود بس حاجة. معظم الناس زي ما حضرتك قلت قالوا حاجتين، قالوا غياب الوازع الديني والأعمال الفنية. ممكن كنت أنا أربط بينهم في نقطة. احنا كل إنسان مننا في نظرية كده لعالم نفس اللي كلنا عارفينه أكيد، لا فرويد، اللي هو ربط ما بين سلوك الإنسان وما بين طريقة تفكيره، فكرة الهو والأنا والأنا العليا. طبعا ما يهمنيش الأسامي، أنا حاول أبسطها بس قدر الإمكان، اللي هو فكرة أن كل بني آدم فيه ثلاث شخصيات أو ثلاث جوانب. في الجانب اللي هو مش مهتم بأي قواعد ولا مهتم بأي مبادئ ولا أي حاجة، كل اللي يهمه أنه هو يستمتع هو وياخد المكاسب بتاعته. وفي نفس البني آدم ده، في نفس الإنسان، في الجانب القيمي والأخلاقي والتديني واللي هو فيه كل المبادئ اللي تربى عليها. ده بينمو وهو عنده 5-6 سنين، الجانب القيمي اللي هو بيحكم عامل زي اللجام. وفي الجانب الوسطي اللي ما بينهم اللي هو بياخد من ده وياخد من ده ويبدأ يعمل إيه، يشوف إيه المناسب للواقع ويعمله. فإحنا عندنا يعني نقدر نقول مثلا بطريقة مبسطة اللي هو جانب الخير وجانب مثلاً الشر، صراع بين الخير وبين الشر في البني آدم الواحد. مظبوط. أيهما اللي هينتصر؟ بس جانب الخير في البني آدم عشان هو مش جانب مثالي قوي فهو جانب قاسي في الحكم. يعني دقي قوي وحنبلي قوي زي ما بنقول كده بالبلد، لو هنبسطه شوي. فيجي الجانب الوسطي ده يقعد يعمل إيه؟ يفاوض ما بين الاثنين علشان يمشي الدنيا. فإحنا عندنا لو في واحد الجانب اللي هو الطفل ده اللي عايز يستمتع وخلاص وعايز يكسب وخلاص، نما أكتر من اللازم، فده هيخلي في مشاكل بتعملها في سلوكه. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا مدير في الشغل مثلا، يعني مش هنتكلم على جانب الجريمة والقتل، بس خلينا نتكلم على الحاجات حتى البسيطة. أنا مدير في الشغل وعايز استفيد، مجهود موظفيني كله هنسيبه ليه، مش هيهمني هم خالص بأي شكل من الأشكال. ويا ما بتحصل هاخد رشوة، القتل والحاجات دي، ما هي هسرق مجهود حد تاني، هسرق فلوسه مجهود الشهر كله، هطلع الاتوبيس وانشل المحفظة بتاعته ومش هحس بأي ندم. بس بيني وبينك دي جرائم خفيفة، يعني زي ما احنا قلنا كده دي من أيام الأبيض واسود. دلوقتي لا، احنا عايزين نتكلم عن الجرائم العنيفة اللي حصلت. ايه أسبابها النفسية؟ هي برضو هي، ولكن خليني أقولك على حاجة يعني بشكل علم النفس بقى. معظم اللي عملوا جرائم كبيرة ما بدأوش فجأة بالجرائم الكبيرة. معظم اللي خد رشوة 2-3-4 مليون ما بدأش ب 2-3-4 مليون، بدأ بإيه؟ بدأ بإمضة مش في مكانها، بدأ بإمضة مجاملة على موافقة من الحاجات اللي بنشوفها بشكل عام وبنسيبها. طب ده بيحصل ليه بقى؟ لو هنتكلم على علم النفس، في جزء ما بين الخير والشر ده لو اتحط هيعمل الجريمة، اسمه إيه؟ التبرير. ليه؟ لأن جزء الخير عمال يعمل إيه؟ عمال يقاوم، جزء الشر عمال يقوله لا أنا عايز أعمل الشر ده. فيعمل إيه البني آدم؟ يبرر لنفسه. لو التبرير ده تم بشكل كامل البني آدم هيعمل الجريمة بضمير مرتاح، مفيش مانع، مفيش إيه بقى؟ مفيش الوازع الديني. في الأعمال الفنية اللي حطت أشكال المبررات بشكل صريح وواضح، بقى البلطجي بيطلع بشكل ألوان حلوة وصورة جميلة ومعاه بنت حلوة ومعاه فلوس كتير، صح؟ ده اللي بيطلع. فاللي بيحصل إيه؟ إن أدي المبرر. طب ممكن أبرر إيه؟ إن أنا معيش فلوس. ممكن أبرر إن لا ده الدولة ظلمان. ممكن أبرر ده مديري في الشغل بيعمل كذا وكذا وكذا. فلما أبرر وعدي العتبة بتاعت لو قلنا جانب الخير، أول ما عدي العتبة دي خلاص اللي هيحصل هيحصل. ويعني أكيد كلنا شفنا ناس فاسدين وشفنا ناس مجرمين، مفيش حد فاسد بيقول على نفسه فاسد. طب إيه رأيك ما تيجي نربط بين علم النفس وبين الأعمال الفنية اللي هي بتاعت الأبيض واسود في تشخيصها للمجرم؟ يعني مثلا بين زمان الأبيض واسود وبين دلوقتي، يعني مثلا في فيلم كلنا عارفينه اسمه اللصوص ولكن ظرفاء، طبعا للقدير أحمد مصر والقدير عادل إمام، تمام؟ بص حتى كان الكاتب بيتناول الفيلم ازاي والفنانين بيأدوه ازاي، اللي هم في الاول في الاخر حرامية وعايزين يسرقوا بس خيبة. يعني خيبة ومش مش مفهومش في العنف، اللي هو ممكن مثلا الشغالة لما كان بتخش اللي هي الفنانة ميمي جمال كان ممكن الغطاء اللي هم بيضغطوا بيه ده لا يخنقوها بيه ويقتلوها بيه. يعني لو ده اتعمل دلوقتي هيعملوه بالطريقة دي،
تمام؟ لا ده لا ده مسالمين جدا وعايزين بس يخطفوا السرقه بتاعتهم ينزلوا على الدور التحتاني ويفلسعوا، بس في نفس الوقت هم خيبانين بصفاتهم النفسيه والشخصيه وما عرفوش يسرقوا حاجه. فيلم الملاك الصغير بتاع القدير رشدي أباظة والطفله الصغيره لما سرقها والعصابه دي، برضو انا بقارنكم بين جرائم موجوده دلوقتي، بس شوف زمان كانت ايه، اللي هو كان بغرض الفديه اللي هو ياخد مكانها فلوس، بس لما شعر بالخطر وبقيت افراد العصابه عايزين يقتلوها هو اللي حماها وهو اللي مات دفاعا عنها. يعني حتى بص يا وائل بيه، بص المجرم زمان كان ايه مختلف ودلوقتي بقى ايه مختلف. وبمناسبه الاختلاف تعالوا بينا نشوف في حاجه مبسطه جدا كده في ثواني معدوده كم من التقارير والمنشطات بتاعه الصحف في ايام كم يوم فاتوا، كم جريمه سامح في البيت او كنت ده كده ده كده كمان ملخص لعدد الجرائم اللي حصلت في الايام القليله الماضيه وجرائم جديده واول مره نسمع عنها، حاجه بشعه بتحصل من جرائم قتل لخطف لاغتصاب لسرقه اعضاء كتير كتير قوي على مجتمعنا. استاذ وائل النجم رايك القانوني بقى ايه؟ والله احنا محتاجين تعديل تشريعي جديد، محتاجين نظرة من الدولة، لان العقوبات اللي موجودة غير كافية. بمعنى ان انا عندي لو في جناية وفيها قتل العقوبة بتاعتها تتراوح ما بين الاعدام والاشغال معبد. عندك الجنحة لو في جريمة مثلا زي ضرب افضى الى موت او ما الى ذلك فهي بتعد جنحة، الجنحة من سنة الى ثلاث سنين او باحدى هاتين العقوبتين. معلش انا اسف معانا مداخلة. الو ايوه ايه يا فندم. ايوه معانا وسام من القاهره، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، انا بشكرك على الحلقه بتاعت النهارده. شكرا لله. وعايزه اسال عن ان في ظل الظروف اللي احنا عايشينها والضغط الظروف الاقتصاديه والضغط، هل ممكن ان انسان طبيعي او سوي نتيجه الضغط ده يتحول لمجرم؟ تمام، ده اللي احنا بنتكلم فيه فعلا من الناحيه النفسيه والمجتمعيه. تمام، اشكرك. طبعا احنا يعني بنجاوب في الحلقه عن ده، طبعا نتيجه اي ضغط بيحصل طبعا للجريمه. نرجع للاستاذ وائل اتفضل. طبعا الانسان لما بيولد بالفطره، ما فيش مجرم كده بيبقى مجرم بالفطره. الانسان بيولد سوي، المجتمع هو اللي بيشكله، الظروف الاقتصاديه داخل المكان المحيط به هو اللي بيشكله. فالنهارده الشخص نفسه بيبقى تبعا لاي ظرف اقتصادي موجود بيبدا يتحول بتحولات. فيه الناس اللي هي احنا طبعا بنمر كلنا بفترات صعبه بعد الثورات اللي موجوده. بس معلش بقى الحته اللي هي بتاعت الظروف اللي هي المحيطة جغرافيا الظروف الجغرافية والبيئية. لا أنا ممكن أختلف معك في حاجة، اتفضل. ولازم نوعي السادة المشاهدين فيها، ممكن يبقى شكله كده تشوفه كده تقول أنا مش مستريح له أو مجرم أو لبسه مش عارف إيه أو بيئته إيه أو شكله إيه. لا، بقى في دلوقتي ناس تشوفها لابسة النظارة البراند اللي هي الذهب ولابسة أحلى بدل ومسكة مفاتيح العربية الفلانية أو الفلانية اللي هي من أغلى أنواع العربيات والبرفيوم اللي مش عارف إيه، وده يطلع في الآخر نصاب ويطلع في الآخر قاتل زي الجريمة الأخيرة اللي هي بتاعت الرحاب مثلا، يطلع في الآخر قاتل ويطلع اللي هو ارتكب جرائم قبل كده وهو متعايش مع الناس والناس مش عارفة.
وطلع شهادة وفاة وطلع مش عارف بعد كده بطاقة مضروبة ان هو باسم تاني الدنيا تانية. لا تكير، خلي بالكم مش مسألة الشكل والبيئة فقط، لا ده ممكن الشكل بيبقى خداع والظروف البيئية والمعيشية اللي هو عايشها بتغري أي حد تاني، خداع. بتفق معك في دي فعلا. صد. بتفق معك في دي. عايزين نقول ان زي ما كل الناس اكدت على ان الوازع الديني، اذا انعدم الوازع الديني فانعدم الضمير، والظروف الاقتصاديه زي ما باكد عليها برضو لها عامل مؤثر داخل المكان المحيط بالشخص نفسه. عايزين برضو نؤكد على ان العقوبات غير كافيه، العقوبات اللي موجوده دي غير كافيه. لما نيجي نمسك حقبه من حقب الزمن، يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا من 52 بعد ثوره 52 هتلاقي الجريمه شبه معدومه، يعني حالات تذكر كان مثلا ايه لو في حاجه حصلت في اسكندريه يبقى عارفها بتاع القاهره، اه ده حاله كذا، وتبقى حاله نادره وتلف في القرى وتلف في النجوع وتلف في الاماكن. عرفنا جريمه مثلا ريا وسكينه، عشان حاله شاذه فاتعرف. عرفنا مثلا جريمه مقتل مش ففي كان في حالات شاذه هي اللي معروفه. لما نيجي في الحقبه اللي هي بعد كده حقبه السبعينيات تضاعفت الجريمه بشكل مضاعف للنسبه اللي كانت موجوده. انا يمكن معايا عدد من الاحصائيات اذا سمحت لي يعني نذكرها، يعني ريت نعرض يعني الاحصائيات دي يمكن يكون حصري كمان. طبعا في عندنا احصائيات دي طبعا خاصه بينا احنا. المتوسط السنوي كان للجريمه في من 52 لسنه 70 كان خاصه بيكم اللي هي ايه؟ خاصه بينا كمنظمات حقوقيه. ايوه تمام. كانت 782 قضيه في الفتره من 52 لسنه 70. من سنه 52 لسنه 70 يعني 20 سنه لحد سنه 70. 700 قضيه. 782 قضيه. 782 قضيه باجماليهم متنوعين. ما بين نشله وسرقه و لذلك. لما نيجي نبص لسنه 70 لسنه 81 تضاعفت. دخلت في 1910 باصبحت مضاعفه النسبه. ضعفت بالنسبه للقضيه. طيب لما نيجي نبص للجرائم من سنه 81 حتى 96، لان الفتره اللي بعد 96 دي حاجه تانية، هنلاقيها تضاعفت بمقدار اكبر، 2592 قضيه. ودي خاصه بالجرائم اللي هي الثقيله جدا، اللي هي اللي تذكر او يعد لها او يشار اليها بالبنان. طبعا معدل الضعف لما زاد بدا يزيد من بعد سنه 70، بدا يزيد طبعا للزياده السكانيه. من 52 لسنه 70 برضو الجريمه كانت اقل، الظروف الاقتصاديه والظروف المحيطه وظروف الناس والفطره الاساسيه اللي كانت لسه المصري ابن البلد صاحب البهجه صاحب النكته الاصيل الشجاع اللي بيحافظ على ناس وبيحافظ على اهله وحافظ على منطقته جيرانه كده، بدات تقل طبعا للتقدم اللي هو الحديث بتاعت الايام. اما نيجي نبص للفتره اللي هي الاخرانيه اللي احنا كنا فيها ديت، تضاعفت بنسبه 80%. لأني فترة؟ الفترة من 2006 حتى اليوم. من 2006؟ من 2006 حتى اليوم. تضاعفت كم مرة بقى عن الإحصائيات اللي فاتت؟ تضاعفت كتير بأضعاف. بقول لحضرتك 800%. 800%. 800%. تخيل حضرتك لما كان في مثلا زمان كان في سرقة ولا في حاجة، كان القضايا كده ضعيفة جدا. النهاردة لما نيجي نبص على قضايا سرقة السيارات فقط، تلاقي 500,000 عربية اتسرقوا في الفترة اللي هي الأخرانية اللي هم العشر سنين الأخر. تخيل بقى 500,000 قضية سرقة. لما نيجي نلاقي جرائم القتل العمد ارتفعت بنسبة 130%. السرقة بالإكراه زادت بنسبة 350%. سرقة السيارات زي ما قلت لحضرتك 500%. حجم التضاعف حجم بزيادة. ده من كام لكام؟ في الفترة من 96 حتى 2017 اللي فاتت. تمام. طبعا نسبة البلطجية بدأت تزيد. احنا كان عندنا في مصر زمان في الحقبة من 52 حتى السبعينات كانوا كلهم 7 أو 8 معروفين بلطجية على مستوى الجمهورية. النهاردة انا عندي 92,000 بلطجي. 92,000 بلطجي ومعروفين دلوقتي. ودي تقارير خاصة بالوزارة الداخلية. ده المعروفين. وطبعا في غير المعروفين. طبعا كتير. عدد المسجلين خطر ارتفع بنسبة 55%. مسجل خطر اللي هو ممكن يقف في الشارع يثبتك، اللي هو ممكن يسرق عربيتك، ممكن يقتل فلان، ممكن يتعرض لك، ما خدش اللي في جيبك هيموتك، لو انت نايم في البيت ودخل عليك وانت لاك صحيت وهو بيسرق هيموتك، عشان مسجل خطر زادت بنسبة 55%. جرائم الخطف من اجل الفدية ارتفعت
من 107 حالة بقت 400 حالة. الكلام ده حتى العام الماضي. طبعا معدلات السرقة زادت 4 أضعاف، من 5000 سرقة إلى أكثر من 21000 حالة، ده في خلال العام. فدي نسبة برضو نسبة بالنسبة لنا كبيرة جدا. طبعا احنا برضو عايزين احنا مش بنقول الارقام دي عشان نخوف الناس، لا، احنا برضو عايزين نطمن الناس ان مصر بعيدة ترتيبا عن، لو نشوف الجرائم بالنسبة للدول اللي برا او سواء بالنسبة للدول العربية، فاحنا ترتيبنا بعيد جدا عن الترتيب اللي هو يعني احنا زي الناس في امريكا. امريكا فيها جرائم سرقة وقتل واغتصاب وهلوم جرة كتير، وتعتبر ترتيبها الاول عالميا، هي والمكسيك، ويعني قصص جامدة جدا. مصر تعتبر الرابع عربيا بعد الجزائر وليبيا ودول تانية. احنا عندنا في مصر عندنا يعني اذا امن العقاب اساء الادب. طبعا النهارده لازم اجرم وبطالب الدولة وبطالب مجلس النواب، بما انه هو المنوط اليه بتشريع جديد يضاف الى قانون العقوبات، ان احنا عاوزين يبقى في عقوبة رادعة، وجنب العقوبة الرادعة لازم يكون في ضمير بقى انساني موجود. الضمير الانساني الموجود دوت ان انا ازاي اطبق، شفنا فلان بيعمل كذا يبقى لازم يطبق عليه الجريمه. ما يروحش مثلا ان النيابه والمباحث وقصه التحريات وقصه المحامين وقصه ما اعرفش ايه، وفي الاخر الاقيه واخد لي حكم مخفف ويقول لك اصل دي شطاره محامي او فهلاوه او ام الى ذلك. لا، فلان عمل كذا وفي عندي كذا، ده في حضرتك سرقات بتحصل والكاميرات بتبقى جايباها، ويجي الراجل يروح يقول لك اتنازل. ما دام جاب لي حاجه خلاص هتنازل. اتنازل ليه؟ ما هو النهارده لو انت كنت موجود كان هيموتك. فانت النهارده اللي انقذك الكاميرا. على فكره الجمله اللي هي بتاعت من امن العقاب اساء الادب، انما لو وجد العقاب الرادع طبعا تكيف بالادب. اكيد طبعا، اكيد. يعني حتى لو هو في عقله كده بيوزه كده، او البيئه المحيطه بيه او اللي بيشوفه يخاف قبل ما يفكر، هيتكيف ان هو لازم يخش في نطاق الادب عشان في عقاب رادع. صح. طبعا احنا عندنا الجرائم بتبقى متنوعه ما بين مجرم بالفطره واللي احنا بنقول عليه بالفطره اللي هو بالمكان بتاعه، يعني واحد مولود والده مسجل خطر او ما الى ذلك، ده اسمه مجرم بالفطره، ده جاي طالع طبيعي كده. وفي مجرم حسب التنوع الاقتصادي، ظروف البيت ما فيش وما عندوش ومش قادر وما فيش، فبيلجأ لأسلوب انه ممكن يبيع ضميره، انه ممكن يقف يرتشي، انه ممكن يقف في جريمة معينة من جريمة ما. برضو عندنا مجرم اللي هو العرضي، عنده مشكلة فحصلت جريمة ففجأة بقى مجرم. حصل حادث، حد دخل عنده في البيت فحصل اشكال، فدخل موت فلان وزايد، فراح موت اتنين تلاتة اتنين، فأصبح بيعاقب عشان عنده مشكلة. طب انت من وجهة نظرك يا استاذ وائل، اتفضل. طبعا احنا مش هنقدر نوقف ده، بس ده طبعًا نقلله طبعا من الناحيه القانونيه. تقليله يبقى ازاي في كلمتين؟ الدور الاساسي وسائل الاعلام، الرقابه على الافلام. احنا شعب بيقلد بالفطر الافلام والمسلسلات، ويمكن لو تسمح لي ان انا اذكر مثل، يعني طبعا ما نحبش نذكر يعني حد، كل معروف يعني كل معروف. مثل واحد مش عارف ايه، لبس واحد قميص نوم، تاني يوم لقينا القصه دي بتتعمل مع حد تاني في منطقه بولاق، احنا الشعب بيقلد بسرعه. فده ما ينفعش من ناحيه قانونيه. سيب لنا الناحيه الفنيه ده ماشي. الناحيه القانونيه ايه؟ الناحيه القانونيه لابد من الرقابه الصارمه فعلا، مش الرقابه اللي هي بتاعت الافلام والمسلسلات والكلام ده على مسؤوليتي انا. الرقابه بتاعت الافلام والمسلسلات دي رقابه بيع وعبي في العلب عشان عاوزين نشتغل ويتاجر ويعدي المسائل. لا، احنا عاوزين رقابه صارمه عشان الحاجه اللي بتحصل دي داخله بيتك، الناس بتشاهدها، الناس بتشوفها. يا عم اعمل الحاجات ديت وخليها رقابه خاصه على سينمات معينه، ما تعرضهاش في المسلسلات اللي انت بتعرضها في التلفزيون. الحاجات اللي بتخش البيوت ديت لا، لازم يبقى فيها تكير ويبقى فيها حرص جامد جدا. تاني، القانون يجب ان يشدد. طبعا الاحكام تشدد على حسب نوع الجريمه. طبعا صح. طبعا، وده اللي احنا بنقول نبيه، اللي لازم المشرع يبقى فيه نقطه جديده يضاف في التعديلات مواد خاصة بموضوع الجرائم اللي هي الأكثر خطورة. النهاردة لما يكون في عندي جريمة قتل، احنا ما كانش عندنا الكلام ده سامح بيه زمان. الكلام ده ما كانش موجود على ايام والدي ووالدك وجدي وجدك، ما كانش فيه الكلام ده خالص. النهاردة لا، ده انت ممكن وانت خارج دلوقتي من الاستوديو، ممكن لما تخرج بره المدينة انت معرض انت تتقتل، تتذبح، تتسرق، تتقلب. ايه في الكلام ده؟ ما ينفعش. صح، الكلام ده غلط. فلازم يبقى فيه عقوبة رادعة، لازم يبقى لها وضع معين. تمام. بالنسبة للرأي النفسي، ازاي
نقلل من معدلات الجريمة من وجهة النظر علم النفس؟ يعني خلينا هقول في كلمتين باختصار، لو هنتكلم على خطة قصيرة المدى فاحنا اتكلمنا على فكرة العقاب والتوعية. فكرة حاجة طويلة المدى ان هي يعني على مدى طويل، ممكن نتكلم على موضوع بناء الشخصية. وبناء الشخصية هيتم من أول التعليم، يعني طبعا التربية طبعا، ولكن حتى في التعليم نحنا ازاي ندرب الناس على التفكير النقدي، وان ازاي ندرب الشخصية ان هي تنتقد وتتكلم، وان هي يعني ان هو يحاول يعمل قدر الامكان شيء نقدي يتكلم بيه. فده حاجة، ده حاجة ممكن نعملها بالتعليم وبناء الشخصية السليمة عشان يبقى فيه الوازع الديني اللي اتكلمنا عليه، وفي الوازع حتى الشخصي اذا ما كانش الديني التربوي. بالنسبه لعلم الاجتماع، بالنسبه لعلم الاجتماع هو لازم يكون فيه تكامل. بمعنى الدور الامني لوحده لا يكفي، القضاء لا يكفي لوحده، الدور رجال الدين والتعليم الديني لوحدها برضه لازم. المساله مش مساله عبادات، معاملات. طب لحضرتك في نفس الوقت قضية التشغيل دي قضية حياة وموت لأي مجتمع. نقلل نسب العاطلين عن العمل. طب لحضرتك مش كده وبس، مكافحة المخدرات طبعا أنا نسيت أتكلم معنا في الأول. طبعا لا دي الإحصائيات آخر إحصاء بتأكد 69% من الجرائم تقع تحت وطأة وتأثير المخدرات والمخدرات المستحدثة اللي دخلت على بلدنا، المخلقة والمهلوسات. آه. ده أمور يعني يندى لها الجبين بتحصل. آه. من تأثير المخدرات. تمام. يبقى لازم إرادة شعبية للعمل الجماعي المنسق. خلي بال حضرتك عمل جماعي بين كل المسؤول، بين كل مسؤول خاص بموضوع الجريمة. غير كده كمان برضو لازم اراقب هل ده فعلا بيتعمل ده ولا لا. طب ايه المعوقات عشان اعرف احلها، انا وصلت لحد فين. يبقى لازم يكون في ارقام، في نسب اشتغل من خلالها، وكل منظمات المجتمع تشتغل عليه، بس تشتغل محاربة الجريمة بس مع بعض. بالظبط، مع بعض بالتكاتف. الله، مش كل منظمه لوحدها او كل مبادره لوحدها عشان يقول انا اللي عملته. لا، يحصل تكاتف ونلغي لغه الانا. نلغي لغه الانا لان في الاخر ده هيعود على مجتمعنا اللي فيه مين، فيه اسرتي واسرتك وابنائي وابنائك. يعني انا اقصد بلاش سياسه الجزر المنعزله في حل ليس فقط مشكله الجريمه، في اي مشكله اجتماعيه بتقابلها مصر. بالظبط. طيب هنشوف بقى الشيف هشام عمل ايه. وطبعا لازم اتفضل استاذ، اتفضل دكتور، دكتور محمد، اتفضل الشيخ. اتفضل. شفنا طبعا. ايه قول لي بقى عملت ايه. احنا عملنا الصوت على جريك. زي ما قلنا بتاخد طماطم، فلفل، خضار، فلفل الوان، جبنه، شرايح زيتون. تمام. الدريسنج بتاعها زيت زيتون، ليمون، ملح، فلفل. ده دي السلطه الاليجريك صح كده؟ بالظبط كده. حاجه شكلها جميل. وده الشعير الاسباني. ايوه. فراخ خدناها في قلب الطاسه، تمام، شوحناها لغايه ما استوت، تمام، نزلنا عليها الشعريه لفيناها معاها، تمام، نزلنا الملح والتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل برضو طبعا مع زيت زيتون الاساسي. بعد كده نزلنا البيوم بتاعها، وبعد كده نزلنا البسله، نزلنا فلفل الوان لغايه ما بقت بالشكل ده. ما شاء الله، الله عليك وتسلم ايدك. ربنا يخليك فندم. واكل اكل اكثر من رائع وخفيف على فكره. انا حاسس ان هو اكل خفيف، ما بياخدش وقت كمان، وما بياخدش وقت لاي حد في البيت كده يعرف يعمله كده سريعا. اتفضل يا بيه على طول بقى، انتوا كده ايه تعاملوا. طيب نقول كلمتين. اتفضل. لا اتفضل اتفضل. طيب أعزائنا المشاهدين،
يا رب نكون قدرنا النهاردة اللي احنا ناقشنا موضوع غاية في الأهمية وانتشر بكثافة خلال السنين القليلة اللي فاتت. معدل انتشار الجريمة زاد جدا. معظم الناس 99% من الناس اتفقت على قلة الوازع الديني، كثرة الأعمال الفنية اللي بتحض على العنف وارتكاب الجريمة والتفنن في ارتكاب الجريمة، والشباب بياخدوا دول قدوة فبيقلدوهم في الشارع وفي المجتمع وبيرتكبوا نفس الجريمة، يمكن بياخدوها كده كوبي بيست كده من الشاشة بينقلوها في الشارع بيعملوها. الحل من وجهة نظرنا البسيط الرقابة الشديدة على هذه الشاشة، والرقابة الشديدة على الشاشة الكبيرة شاشة السينما فيما يعرض من أعمال. صدقوني لو الأعمال دي تم الرقابة الشديدة عليها وتم حذف المشاهد العنيفة ومشاهد القتل ومشاهد التفانين في الجريمة بالنسبة للمجتمع، وابتدينا نعمل تاني أعمال فنية أسرية تجمع الأسرة والبيت المصري، أعمال هادفة وناجحة سواء فيها قالب كوميدي أو غير قالب كوميدي مع فنانين الناس بتحبها، بجد النفوس هتهدى تاني. المزيكا والأغاني والصخب اللي احنا بنسمعه والدبدبة اللي احنا بنسمعها بتعمل حالة هستيرية، اللي بيسمعها بيجيله حالة هستيرية. لازم نرجع تاني للمزيكا الراقية الهادية. الفن هو أساس أو من ضمن أساس أي أمة، وبتعرف هذه الأمة من فنها وبتعرف طبيعة شعبها من فنها. أنا بتكلم من ناحية الفن. من ناحية القانونية لازم يكون في عقاب رادع، ده دور مجلس النواب المحترم في سن القوانين، إن الجريمة تكون على قد العقاب أو العقاب يكون على قد الجريمة، يكون عقاب رادع، عشان لو في عقاب رادع الناس هتتكيف بالأدب وأدبيا. والوازع الديني وكان الله مع الجميع. كان معكم سامح صفوت. مع سامح في البيت الوقت عدى بسرعة وفات، يا رب قرب جميع المسافات. مع سامح في البيت خلصت خلاص قعدتنا الحلوة وعلى راسنا اللي حضرها وفي نفس التوقيت. مع سامح في البيت مع سامح في البيت يا رب نكون خفاف عليكم وانتوا اهلا ومرحب بيكم. مع سامح في البيت الوقت عدى بسرعة وفات، يا رب قرب جميع المسافات. مع سامح في البيت خلصت خلاص قعدتنا الحلوة وعلى راسنا اللي حضرها وفي نفس